بزنس نظام بشار الأموال لكي يكون هناك اتفاقيات بينه وبين سوريا لتحتل سوريا وتشيع أهلها. عبد الرحمن من العراق، السلام عليكم. وعليكم تحية للشعب السوري الأبي الذي يقاوم الاحتلال السعودي الاحتلال الوهابي. تحية للشيخ محمد الحسون مفتي سوريا، وتحية إجلال وإكبار لهذا الشيخ. يا ثائر اغلقوا الخط عن هذا الرجل، يعني اعرفوا صوته يا اخواننا لان صوته بغيض، يعني لا نريد ان نسمعه، يعني هو دجال وكذاب كعادة القوم. يعني وكذاب، يعني لا يسمون الاسماء عمر وغير ذلك. يعني معنا ابو خالد من السعودية. يا ابا خالد السلام عليكم. عليكم.